دبي ديرما يعتبر من أهم المؤتمرات والمعارض المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، ويعتبر رقم واحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. بدأنا احنا معرض ومؤتمر دبي ديرما قبل 15 سنة بمشاركة حوالي 25 شركة و200 طبيب. اليوم وصلنا عدد الحضور أكثر من 10,000 وتقريبا حوالي 400 شركة من 60 دولة. فاهتمام السنة طبعا أكثر شيء على التكنولوجيا وعلى الليزر وعلى على الأدوية الطبيعية وهربل والأشياء هذه.